طيب هنروح على الهاتف معايا المستشار ثروت عامر رئيس اللجنة العامة في محافظة شمال سيناء. مساء الخير يا سيادة المستشار. ثروت بيه. مساء الخير يا استاذ تامر. مساء الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ الله يخلي حضرتك، ربنا يعزم عليك يا باشا. يعطيك الف عافية يا ريس، يعني جهد رائع وتفاني وتضحية الحقيقة يجب ان تقدروا عليها. ده واجبنا ورسالتنا يا استاذ تامر، وربنا يعيننا ويحفظنا جميعا ويحفظ مصر، والحمد لله مبروك علينا جميعا ومبروك على مصر التنفيذ الاستحقاقي الاخير من خريطه الطريق، وربنا يتمه على خير ان شاء الله لحد الاعلان النهائي عن النتائج كمان ان شاء الله باذن الله على في القريب العاجل ان شاء الله بعد ساعه كده ان شاء الله يكون تم الفرز تماما في دوائر شمال سيناء. حضرتك استلمت سياده المستشار المحاضر الانتخابيه من كل اللجان الفرعيه؟ لا، وساعتك لسه ما زالت اللجان الفرعيه، غلق ابواب اللجان الفرعيه تم الساعة 9 مساء اليوم. تمام. ما زال الفرز مستمر في اللجان الفرعية، بعد انتهاء الفرز باللجان الفرعية بيتم التحرك السادة القضاة بنتائج الفرز بالأوراق العملية الانتخابية إلى مقر اللجنة العامة بالعريش بالقاعة المغطاة في فندق القوات المسلحة. لأن اللجان الفرعية لا يتم تحريكها وتحركها إلى اللجنة العامة إلا في قول أمني يضم جميع اللجان. أيوة. فما زالت اللجان في الفرز، وبعد الفرز إن شاء الله انتقال اللجنة العامة. يعني بسبب الإجراءات الأمنية هناك فبيبقى في اللجان فرادة، ويتم التحرك جميع اللجان في قول أمني مؤمن من القوات المسلحة والشرطة إلى مقر اللجان العامة إن شاء الله. ممتاز. كان في النهاردة أي نوع من أنواع العقبات؟ هل في قضاء اعتذروا؟ هل كان في ظروف خارجة عن الإرادة في النص، ولا الأمور كلها كانت تمام؟ لا إطلاقا، ما كانش في أي اعتذارات من استاد القضاء، ده بالعكس كان في إصرار وعزيمة من استاد القضاء ومشاركة وطلبات قدمت من غالب الأعم القضاء للمشاركة في الانتخابات في شمال سيناء لأداء رسالتهم وإصرارهم على استكمال الطريق وخريطة الطريق، وتضامنا مع الشعب السيناوي تواصلا لاستقرار البلاد وأمن البلاد إن شاء الله. لكن السير العملية الانتخابية تم على ما يرام، لم يحدث في جو آمن مع تكثيف أمني، لم يحدث سمة شيء يخل بسير العملية الانتخابية أو أمن الناخبين أو أمن الأستاذ القضاء. كان اليوم الثاني في الجولة الثانية من الانتخابات الإعادة، كان فيه نسبة حضور وإصرار وتدافع من الناخبين المواطنين بشمال سيناء. نسبة الحضور وصلت في دائرة بير العبد التي تضم بير العبد ورمانة إلى 45%. تمام. لأنها قبائل، وفي دائرة العريش وتضم أقسام العريش الأربعة، القسم الأول وثاني وثالث ورابع. اليوم حتى نهاية اليوم الانتخابي في السلام الساعة 9 تقريبا من 25 إلى 28%. طيب أعتقد أخيرا يا سيادة المستشار أنه إقبال العريشة وأبناء محافظة شمال سيناء غير المتوقع الحقيقة، سببه هو رسالة سياسية، هو التحدي ورفض الإرهاب ورفض العنف ورفض كذا، فنزلهم نوع من الرسالة معناها مش هنخاف. بالضبط فعلا يا أستاذ تامر، هو إصرار منهم وتحدي منهم للإرهاب ولاستقرار البلد واستقرار شمال سيناء وللأمن والأمان، ورسالة بيوجهوها للإرهاب الخائن الجبان. صحيح. وإنهم مصرين على الاستقرار وعلى أمن بلدهم وأمن شعبهم، ودي الظاهرة اللي كانت ملفتة للنظر النهاردة، الحاجة اللي أسعدتنا جميعا. ويمكن برضو إصرار السادة القضاة رغم الظروف الأمنية والحادث الأليم الذي حدث في المرحلة الجولة الأولى. المرحلة الأولى، الجولة الأولى فعلا كان تضامنا مع الشعب السيناوي وتضامنا مع شعب مصر، وإصرارا منهم على يعني توصيل رسالة للإرهاب إن مفيش حاجة تثنينا عن انتمائنا وحبنا وأداء رسالتنا وواجبنا الوطني والدستوري في استقرار الأمن والأمان وبتر شقفة الإرهاب وتوصلا لاستقرار البلاد وامن البلاد واداره حركه الانتاج للامام ان شاء الله. ان شاء الله. وانا بهنم عليك في نهايه اليوم الثاني
من الجولة الثانية للاستحقاق الانتخابي أصبحنا على بعد بعض ساعات يكون تسخرت جميع مؤسسات الدولة. و يعني مبروك علينا وعلى شعب مصر. مبروك عليك وعلينا وعلى مصر كلها يا سيادة المستشار. اللهم امين. شعب مصر اللهم امين. بشكرك شكرا جزيلا. وهي دي الإيجابية الأكبر، إن احنا فعلا على بعد خطوات قليلة جدا من اكتمال عقد المؤسسات التشريعية والسياسية والدستورية في مصر. لدينا رئيس ولدينا دستور، والآن يمكن أن نقول أننا على بعد أمتار قليلة من أن يكون لدينا برلمان. خلصنا المهمة، وما هو قادم أخطر.